هي رياضة جديدة ولكن البطولة الوطنية للرياضة هذه الجديدة وهي الستريت وورد دو كاستينغ، هي رياضة جديدة. احنا الهدف منها هو تطوير الرياضات الجديدة وهيكلتها. عدد المشاركين لهذه الظاهرة حوالي 100 رياضي من مختلف أنحاء الوطن، الشرق الغرب الجنوب الوسط. اليوم نظمنا تخصصات، التخصص الأول اللي هو متمثل في الكاليستينيك ويتيد كاليستينيكس رفع الأثقال، التخصص الثاني اللي هو فريستايل الرياضة الحرة، التخصص الثالث تمثل في لونديرونس اللي هو قوة التحمل. المسابقة الوطنية اللي قامت هنا في جيجل تحت رعاية والي جيجل، نشكرهم على المبادرة، وفروا لنا كاع وسائل الراحة. دير كومبيتيسيون مليحة باش نتعلموا على بعضنا، نديو خبرات على بعضنا، نبروغريسيو كبالة، انت تعلم العباد وتعيد لهم حوايج وما يعيدوا لك كيفك.